حطيت لي اربع رجال على الباب اللي وراني. حصل يا كبير، واربع على القداماني كمان. عفارم طلع لي تنين فوق السطوح، واحد الناحيه الشرقيه وواحد الناحيه الغربيه. غير العشره اللي فوق؟ ايوه. امر جنابك. اما انت كل مداخل ومخارج البلد. حصل يا كبير. اديت لكل راجل فيهم سلاح. حصل يا كبير. جبت لي اسطوانه فيفا 2010. ما لقيتش يا كبير. بوه، وانا ما عرفش اتكل عليك واصل. ماني لو بعت راجل كان زمانه جابها. يمين بالله يا كبير، لفيت عليها بكل مطرح ما لقيتش، لقيت نسخه مضروبه. والله ما يرضنيش جنابك تلعب بالبرشلونه من غير ديفيد فيا وسافي الونسو. عامل لي فيها فابيو كابيلو، وانت اللي حتحط التشكيل ولا ايه؟ العفو جنابك. ورايا كبير، اديه نص جوني بيه. بيه 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 ورايا. امر جنابك. بو قلبيه قال يا رجالة، اسمعوني زين يا رجالة، عاوزكم تلفوا المزاريطة حتة حتة، لو حد فيكم لمح القط يطخوا طوالي، ومسكوا العيال تحت 18 سنة سنج، وتحت 10 سنين مطاوي. بوه القط فزاع ازرق. أبوك يا كبير. يا كبير، ينفع ادخل عليك نصك من غير ما اقول لك دستور او واتساب؟ بلا نصك بلا نصي، انسى الابديه لحد ما نقبضوا على القط. القط؟ بوسي كات الكبير بيخاف من القط وفالح بس طول اليوم تقول لي يا بسكويتي. بس يا دي فرفور انت، بس يا رجاله. امرك يا كبير. روحوا نفذوا اللي اتفقنا عليه، مش عايز خرم ابره يعدي مني حاجه. يلا. وانا يا كبير هعمل ايه عاد؟ عملك اسود ومهبب، بتطلع منين دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عمو عمو واتس جوين اون؟ ها؟ ايه الحوار؟ حمار مين؟ حمار ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ اه انا خابر، هو بيعمل كده ليه؟ هو كده كل ما يشوف خلقتي يركبه متعفريت. مش قصدي عليك، انت مش مهم دلوقتي، انا بقول لك ايه اللي بيحصل؟ ايه سامع بيقول قط ونط وفط؟ اصل القط طلع من لومان النهارده. لومان؟ لو واطي؟ راجل واطي يعني؟ اللومان يا بيه السجن. سجن؟ هو انتوا بتدخلوا القطط السجن؟ لا، القط ده مش حيوان، ده بني ادم كان بطل وجه قبلي في الملاكمه ودخل السجن. طب وده ماله مال الكبير؟ لا، دي حكايه قديمه قوي، اصل كان له تار بايت عند الكبير قوي. طار؟ يعني ايه طار؟ طار يعني ريفنج. اوبس. طب مش مفروض الطار ده ينتهي بموت الكبير قوي؟ لا، ده ما بيخلص. بعد الكبير قوي ما مات، بيجي لازما على عزام القط ياخد بطاره من ولده، يعني اخوك الكبير. طب افرض مات موتة ربنا، يعني اتقلب بيه ميكروباص وراح يصيف مثلا. تفضل العجلة دايرة كده لحد ما يموت حد من عيلتكم على يد حد من عيلته. لا دي سبهللة، لا ريلي سبهللة، يعني لازم يضحي الكبير ده بقى ونخلص من الموضوع ده. طب هو معلش، هو أنكل الكبير قوي كان عليه الطار ده ليه؟ دي حكاية طويلة قوي أحكيها لكم، صلوا بينا على النبي. من زمان زمان قوي قوي، يوم اغبر ما طلعتوش سمس. يا عم جابر، وانت الحكايه اللي بتحكي دي فيها ناس بتموت وجن وعفاريت؟ لا يا ابني ما تخافش عادي. امال حضرتك بتقفر ليه؟ ما تحكي عادي. حاضر ماشي. زمان في يوم حلو والسمس كانت طالعه دوش. بوه ده تعمل دوش يجيلك في خمس دقائق يا قط. لو قرصت الزهر تاني ليلتك حتبقى مطين بطين. انا ما بقرص يا كبير. دوش كمان. براحتك. شوف الزرافة اللي هناك دي؟ فين؟ فين؟ ومن ساعتها بيجي بناتهم طار، ولازما ياخدوا حد من عنديهم، وحلف عزام ولده انه ما حد ياخد طربوه غيره وبيده، والمصيبه
انه طلع النهارده من السجن وجه على البلد، وتوته توته فرغت الحدوته، حلوه ولا ملطوطه؟ هي من ناحيه ملطوطه فهي ملطوطه على الاخر. مين الجزمة وانت مركوب الإناية في الوردية بتاعته ده؟ قوم في الزياد. أشرف ليه كده يا أشرف؟ دري بقول عليك الراجل الوحيد اللي فيهم، ما تعملش جنيه تاني، دري براهن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، خلعتيني يا ولية. إيه يا كبير مالك؟ مش على بعضك ليه؟ مستني نتيجة الثانوية العامة. أها. يعني ما خبراشي؟ لا ما خبراشي. همام ود القط طالع من السجن وجاي ياخد بتاره. طب وانت مالك؟ مالي كيف؟ هو الراجل ده طالع يقتل مين؟ مش الكبير قوي؟ والكبير قوي مات يبقى يقتل مين؟ ولده الكبير. لا ده انت بهيمه بهيمه. ليه؟ هو مش اخوك جوني اكبر منك باربع دقايق؟ صح. طب هنعرفه كيف ان هو الكبير؟ انا اقول لك. الكبير بيهني اخوه العمده جوني الكبير خالص الاكبر منه باربع دقايق بمناسبه اعياد اكتوبر. وير از ات؟ راحت فين؟ ثانك يو تومي. جوني ممكن تهدى شويه؟ انا لقيت لك حته دين فكره. سبيريت. اوكي احنا هنسد له كل المداخل عشان ما يعرفش يخش غير من الباك دور. الكلام ده كاوتش، ده بيقول لك ضخم جدا واضخم من كينج كونج وهيعدي في اي حته. لا مش هيقدر، علشان حوالين الدوار هيكون في رجاله كبير ما عدا الباك دور اللي هتطل عليه اوضه اشلي اللي انا هكون موجود فيها، وموصي هادرس اول ما يلمحه من بعيد يرمي اي حاجه صغيره على شباك الاوضه. صح يا هادرس؟ صح. ناخد انا وانت مضربنا بتاعت البيسبول نقف ورا الباب ونطفي النور. And اول ما يخش نديله بقى فوق وتحت وشمال ويمين وفين يوجعك. نربطه وبكده يبقى بتاعنا. ايه رايك؟ بص هي ليريكلي تمشي بس عمليا I don't think so. جوني ما تقلقش. نضربه يمين في شمال في تحت الحزام في فين يوقعك ونكتفه ونكلم 911. او ماي جاد. عشان تكمل الكولكشن انت الكبير ولد الكبير قوي. It depends. تشاهد على روحك. ايه hey, calm down. تحب تموت كيف؟ بص هي اروش موتة موتة ربنا ونعم بالله، بس هنعمله ايه؟ قدر ومكتوب. طب ما ينفعش تنقي لي موتة ما تكون ما بتوجعش. ما بتوجعش؟ ده انا جاي عشان اسمعك وانت بتكاكي من الوجع. اختار. شنج، ضرب النار، الجلد. لا لا يبقى الجلد، وحدوي جملك واحدة واحدة بعد كده. طب ما ينفعش تحذفني من الشباك وتخلص؟ اتشاهد على روحك. ثانية واحدة، دي مش رجولة، ما ينفعش تقتل راجل. اعزل. اعزل ايه وبتاع ايه؟ انا ما فاهمش في الكلام ده. انا جاي اخد بطار وماشي. لو في تكافؤ فرص كان زماني مسحت بيك الارض. قوليها. يعني كان ممكن اكسبك. تكسبني؟ تكسبني في ايه يا سوس؟ انت اتجنيت؟ في اي حاجه.
مورتال كومبات، ستريت فايتر، باليه مائي، بوكس. بوكس؟ انت تكسب لني في البوكس؟ ها انا بصراحة وقعد في البيت، انا اكسبك وانا مغمض كمان. مغمض؟ اوفر شوية الحتة دي. انا ممكن اكسبك بايدي اليمين بس، لان الشمال دي انت مش هتستحملها. وريني وريني وريني. ايه الاجواء الرخيصة دي؟ انت فاكرها سهلة ولا ايه؟ مش لازم يكون في حكم وحلبة وجمهور. طب والحاجات دي هنجيبوها منين دلوق؟ وليه دلوق؟ ما نستنى اربع شهور نعمل اربع شهور. اتشاهد على روحك. تو دايز، يومين بس. طب ما انت ممكن تهرب. طب بالعقل كده، في عمده ممكن يسيب الكانتري بتاعته ويهرب؟ بتفكر؟ لا، تلاقيك قلقان من حكايه الشمال بتاعتي دي. قلقان؟ ماشي، هم يمين والجهات كف. انا كي معاك. الدنيا حر جدي. هو المدرب ده هيتأخر لسه كتير؟ انا مفضليش الا يومين، يا دوب اتعلم حركتين بوكسين اي حاجه. ما تقلقش، زمانه جاي. انت متاكد ان الراجل ده كويس ولا هيطلع كاوتش؟ بص، هدرس قال لي ان مفيش بطل في مصر في البوكس ما عداش من تحت ايده. هدرس؟ yeah. يا ابل، تسمع كلام واحد ابل؟ جوني، مفيش حل غير كده، خلينا نجرب بقى ونشوف. السلام عليكم. ربنا يسهلك يا حاج. امسك. ايه ده؟ ازيك يا حضرة العمدة؟ اهلا وسهلا. ثانية واحدة، حمدي كاتا. طب خد نفسك يا استاذ حمدي، حضرتك جاي من الدلتا ماشي؟ دلتة ايه؟ حمدي كاتا مدرب الكاراتيه بمركز شباب المزاريطة، والحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية سنة 67 تحت 18، وبصلح أجهزة كهربائية. أقمر. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ مش أنت اللي بعت لي مع هاجرش عشان عايزني؟ أيوة، يعني هيعوزك في إيه يعني؟ آه ده تلاقي الراجل اللي جاي يصلح الدش. فعلاً أنا الهوت بيرد عندي فيه مشاكل، بيقطع ما بيلقطش على طول. دش يا أستاذ، أنت بتكلم راجل حاصل على الحزام الأسود، أنا جاي أعلمك كاراتيه. هو الحزام الأسود بقى جلد وبتوكة؟ إحنا هنهزر؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إمسك، أنا عايز مدرب بوكس. أنا بلا فخ المدرب الوحيد بمركز شباب المزاريطة، بل المدرب الوحيد على الناحية كلها. يعني أنا لبستك خلاص، أنت بقيت بالنسبة لي أمر واقع. أنا عايز مدرب بوكس مش كاراتيه. والبوكس إيه؟ البوكس إيه والكاراتيه إيه؟ بكل ضرب، وبعدين في النهاية هم عيلة واحدة بس منفذين على بعضيهم. أنت راجل فاكس موت وأنا مش مقتنع بيك زرع. يا حضرة العمدة ما تقلقش، إن شاء الله هعمل لك شغل فنادق. فنادق؟ ده الكوتش، ده الكوتش، ده الكوتش. ايه بقى، هنبدا كتات ولا متاسس؟ سامع بيقول ايه؟ سامع بيقول ايه؟ استاذ حمدي، باختصار انا عاوز اعرف اسد اي بوكس يجي في وشي. فهمني، ما هو انت ما فهمتليش كده يا سيدي. بسيطه، احنا هننفذها عملي. لفيني باللوكميه في خشم. يعني اعمل ايه؟ لفيني باللوكميه في خشمي. مش فاهمك. اديني بالبوكس في وشي. ايه ده، انت عايز بوكس بجد في وشك بجد؟ لا كده وكده. ايه ده راجل قالش قالش السنين. يا عمدة ما تهبش مني، ما تخافش، خش عليا جامد كده واديني بالبنية في وشي جامد. انت متأكد؟ اضرب. طيب انت واخد بالك من نفسك؟ تمام يعني. يا ابني ما تخافش مني. طيب بس ما تزعلش مني. سوري 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 سوري، انا اسف، انت اللي قلت لي اضرب. معلش، انت اللي قلت اضرب. قوم يا حاج. انا اسف والله، والله مش قصدي. مش حاجه، متعودين على كده. معلش، انا مش عاوز كده. بس هو انا العيب من عندي انا. ايه ايه هو انا؟ لا مفيش حاجه، احنا اقوى. انا اللي كنت ما استعدتش. بس احنا هناخد وضع الاستعداد. واضرب زي ما انت عايز. متاكد؟ ايوه. طيب ماشي. زي انا ما قلتلكش المره اللي فاتت، عيب عندك. اضرب. انت تمام كده؟ ايوه. يا نهار اسود. او ماي جاد، دف اسنانه، دف اسنانه. هيز بليدنج. معلش معلش معلش. طب ايه، كام داون. قوم قوم يا حاج، قوم. انا اسف، انت اللي قلت لي. الصوت ده يا حاج. انت كويس؟ كويس؟ هذا 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 احنا متعودين على كده. انا عاوز عنف بقى. ايه يعني جسم
ايش 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 كان طب ادهم له ادهم له ادهم له تبعك امان امان ادهم له خايف على ايه انا بص يا عمده انت بتضربني غلط طب علمني اضرب ازاي صح انا عايزك تديها لي عدل مش كنت ضايع يلا مش مشكله يلا توكلنا على الله استعد خليك وضع السند معايا اضرب 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 ايه يا زوني حرام عليك راجل هيموت في ايديك عمال يقول لك اديها له عدل بتديها له خطافيه ليه ما ده ولا ايه زوني يا جبان طب خده ليه يا حاج زوني يعني خلاص ده قدري اسيب امريكا واموت في المزاريطه انا عمر ما ده كان طموحي ابدا انا كان مالي ومال التار والزفت ده كله بليز فكر فكر في حل انا بفكر اهو انت هتمثل قول حاجه عملي حاجه عملي اوكي لقيتها ايه احنا هنخدره يا معلم يعني تفتكر لو لونها اخضر هيبقى طيب انت هتستعبط جوني افهمني هنخدره يعني هنحط له مخدر مخدر انت ليه الفاظك بعد كده ايه كلام افلام المقولات ده ايه مخدر دي يعني الناس تقول لي عندك كل الاوراق والمساندات هتضيف داهيه في ايه جوني افهمني بص احنا هنحط له منوم قوي جدا في الماء اللي هيشربها في البريك ما بين الجولات واوعدك انه مع اول بق البغل ده هيبقى بيبي نايم في سريره قدامك ما توهمتش ما هزتنيش الفكره خالص المشكله مش مشكله سم ولا مشكله مخدر المشكله هيشربه ازاي الحاجات دي ما تفوتش على توماس ساعة اللعبة هخلي هادرس يروح يحط الإزازة اللي فيها المخدر مكان الإزازة بتاعته بس جوني أرجوك أنت بقى تستحمل لحد أول بريك بس أوكي؟ ربنا يستر بس أنت تعرف لو الخطة القلشة اللي أنت بتقولها من شوية دي فكست هيحصل إيه؟ هموت أو ماي جاد قلناها في نفس النفس دي ساين هموت يا توماس لا جوني ما تعملش في نفسك كده أهالي المزاريطة الكرام اليوم موعدكم مع المباراة التاريخية المباراة التي لا تجمل الجسم على اثنين والأعمار بيد الله مباراة التحدي الكبير بين بطل وجه قبلي عزام القط كله زي الفل بس انت لازم تعدي الجوله الاولى هي الجوله قد ايه يا كوتش دي اللهم صل على النبي البوكس هو انا مش متذكر قوي يعني يا نص وربع ايه يا حاج بس عموما اول الجواز ما يضرب يبقى الجوله خلصت انت قلقان من ايه ده مش هاخد من ايدك غلوه ده انت فاكس موت عاش يا وحش I'm bleeding. اتصرف يا توماس. اوكي بص ما تقلقش هو دلوقتي هيعطش وهيشرب. بص هيشرب ايه عليه هيشرب. عمده. يا عمده. ايه قول لي حاجه مفيده. كونه بالشلوط. شلوط مين يا ابني؟ ده بوكس الله يخرب بيتك. يا راجل. وحش يا وحش. جوني تيك كير بليز. جو جوني جو. Oh, my God.
يخرب بيتك يا توماس تحت الحزام هينفع وشه كله مقص سيب الراجل سيب الراجل سيب من هنا يا جماعه الحاجه يا جماعه ده هيصرخ واي نمسح جسمه هيتف هيتف بيشرب اهو يا عم صدقني ده بيمضمض بس يا ابني بيشرب قول والله اي سوير انه بيشرب بص واي فاي كيف يعني؟ اسبوع واحد حال البلد كلها تتشقلب فيه؟ انا ما مصدقش لا وايه؟ ده فتح سايبر يا وجع مربربه هذه الحاجات اللي هتعقطها علينا امريكا حاجات ايه يا كبير؟ ده محل بتاع نت يعني شات تلقي داونلود تلقي فيسبوك تلقي لعبة تلقي لعبت عليك بطنك يا بعيدة هي الناس ناقصة لعب ولا ايه؟ ما ناس ملقحة على القهاوي طول اليوم عتلعب كاستينة وضمنة وبرغوتة وانت مالك انت مال الحاجات دي؟ ايه اللي مفرحك ده؟
يعني البلد كلها تبقى على النت وشمعنا احنا لا؟ البلد كلها تكوم ودوار العمدة دوار الكبير كوم تاني. تعالي يا حبيبتي تعالي جاري هنا تعالي. ايه انا قلت نت ايه؟ ما فيش نت. قلت نت ايه؟ ما فيش نت والله. صح نت في المزانيطة؟ لا والله دي حرام. جزرة وقطمها جحش. يا ساتر. السلام عليكم. هي الشاشة ار يو كريزي؟ أمر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. هو دي النت؟ يا yeah. على قديه الساعة بكام عنديكم؟ جاست 1 جنيه. جنيه؟ يا بلاش. طب حس قديه؟ اديني ساعة نجربها. اوكي توماس يا جهزت ثلاثة. اوكي يا كم فروم هير؟ كم عمدي بس جوني. ايه خير؟ ايه تعرف تشغل النت ده؟ اه كنا عملها معاك. ايوه بسيطة. عايش تشتغل بده؟ ايه ثانية واحدة. هاي واتس جوينج اون براذر؟ ايه المشكلة؟ مشكلتي تعال تضحكوا علينا ولا ايه؟ ميتة وأني قاعد على الجهاز. الساعة قربت تخلص. النت بتاعك وده ما بيجيش. ما بيجيش طبعا هو اوريدي على الجهاز. بص دوس على دي. اها اها ده انت في البوستيري خالص. أه. طب بص ركز معايا ده اسمه ماوس. ايوه فار. ايوه بص بصبعك ده دوس عليه كده. بص اهو. ايوه فوالا. ايوه ايوه اعمل ايه بقى؟ بص بص ركز معايا كويس اعمل زي ما بعمل. ها بس تفرفش كده بقى ليك اكاونت على الفيسبوك. انت بتتكلم بجد يا سيجوني؟ يعني انا ديلوك عندي اكونتي على الفيسبوك؟ انا نجحت نجحت. انت بتقفور ليه كده؟ احنا اتنين اللي عملنا اكاونت على الفيسبوك مش خدنا كاس العالم. طيب الخطوه اللي جايه هنعمل ايه؟ كل الافوره دي وهنعمل ايه؟ هتتنقل تحط الصورة ليك وتكلم الناس كلها من كل أنحاء العالم يبقوا أصحابك تشوفهم صوت وصورة وتتكلموا مع بعض. إيه ده؟ إيه؟ رجالة ونسوين؟ So weird. رجالة وستات. يا حبيبي يا نت بس في مشكلة. أنا ما عنديش صورة. ممكن تصورني؟ يلا شور. ده ما فيش فيه كاميرا. ما كل الناس بتتصور بيه. يلا. ابتسم. ايه الوش ده؟ لا فيسبوك يعني تعمل كده. ايوه ايوه ده الفيسبوك. ايوه حبيبتي يا جولي حبيبتي بحبك يا جولي بحبك. سلاطين زبون كبير قوي عندنا عايزين نكرمه. الراجل ده اول مره يجي معاك هنعمل معاه الصح. خدهم على جهاز 5 و6 وخد صورهم بالموبايل كل واحد صوره ببلاش للبروفايل بتاع الفيسبوك ما تاخدش فلوس. اللي هي لا بس في حاجه لازم نعمل كده فيها. بصوا يا جماعه ازاي جو. ايوه يا جوني يا عمده الانترنت. تشافي Μέση. Πάει να μπει και του αφήσανε λίγο χώρο. Έφτασε μέχρι σχεδόν τη γραμμή. Είπα να πίσω τη ευκαιρία το 1-0 για την Μπαρσελόνα. Είναι η Μπαρσελόνα με τον Πέδρο που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε αυτό το ημιτελικό. Και όλα ξεκίνησαν από το ότι είδε χώρο ο Μάξουελ του άφησαν δευτερόλεπτα. الكبير يا دي النور يا دي الهنا يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا كبير اتفضل اجيب لك ايه. ايه الزيطه دي يا دي زوير؟ مين من يلعب مع مين؟ البارسا والانتر. كير اصل احنا عقبال عندك يا كبير جبنا الدارين بوكس. ايوه جاي. صباح الخير يا كبير.
صباح الزفت يا دبر النحس. معمل الارض لما تلعب انا بتشات يا كبير. ما تاجي خد لفه معاي. لفت عليك عقربه يا بعيد جابت اجلك. ايه يا رجال بقيت اقولكم نديتي كملتوا الارض والاشغال ومشيتوا على كلام الفاضي بتاع جوني ده. طيب وعز الجلال الله انت خمام. انا نشك ثلاث مرات ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت ولستكسخ سليم. بس انت بس تعبان قوي. مين ده اللي تعبان؟ اللي حجيلكم بالليل وادمركم. شوف والليل ده بعيد. يا فرحة امك بيه. منور يا كبير. يا ريتك جاب الدكر بط احسن وكمان خسران واخد على قفاك. لا يا كبير مش خسران، انا خسرت جوله لكن لسه المعركة ما خلصتش. جاتك النيلة خد يا التعقول. خير يا كبير أم الجناب. ايه واهل البلد كلاتهم بيقولوا نتيتي. امال ايه يا كبير، ده حتى الحريم بيقولوا يا جعل مزاريطه دوت كوم اللي عاملها لهم جوني بيه. بيه ايه يا بو؟ قصدي ان هو عامل لهم ساعتين الصبحيه للحريم وقريب جوا هيفتتح ركن للعائلات. ايه النت دي اللي جايلنا على قرع عايمه دي؟ ان شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود ابوي. اوي اوي ثانكس برو على السؤال. اتفضل في النص بتاعي. يا ساقع البلد كلها تخرب بالنت بتاعها ده والناس مخها تخن واحنا ما نقصينش. قصدك مخها كبر برو؟ احنا في 2010 يعني النت بقى من اساسيات الحياه زي الاكل زي الشرب زي السوشي زي التان. ما طول عمرنا عايشين من غير زفت ده. الناس كلها هملت زرعها وقلعها وعم تنت دلوك. بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك. ثانيه واحده، ده انت غلبان جدي. الكبير قوي ملوش علاقة بالنت؟ داد كان خاربها خاربها خاربها. بوه حتى الكبير قوي طلع نتيت. نتيت؟ ده كان نتيت وعطيت. بقول لك كان خاربها. برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقة بالنت. الأم اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجة عن النت، مش اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب. انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لأهل بيتك. انا ممكن اعمل معاك واجب اعلمك كل الحاجات دي ببلاش. اخرس أنا الكمبيوتر يخش بيتي؟ ليه؟ بس كويت أنا إياك. كبير ما ترميش عصيانك وقاذوراتك في النص بتاعي. نت بيتي وفي أوضتي وعلى سريري كمان. يا ولد علي قلتي قدي عطقي اخر مره يا كبير ما هعملش كده تاني وحياه راس ابوي. قسما عظما يا هديه لو شفت اي نت او لابتوب في البيت لان مكسر البيت كله على نفوخ. امرك يا كبير امرك. مين؟ سيد سفت. تعالي حد شافك وانت جاي؟ لا وطي صوتك وطي صوتك ما اسمعش حسك لحد ما ينقفل علينا باب واحد. حاضر يا كبير. انت جيت يا كبير؟ ايوه جيت. احضر لك العشاء؟ لا لا واكل واكل خشي نام انت. طيب يا كبير. ايوه عم بتعمل ايه؟ عم بتمرن. طب ما تشاور عقلك يا كبير وتاكل. ده انا عامله لك ملوخيه بالانارب ورز معمر. قلت لك طافح طافح خذي نامي. طيب يا كبير احضر لك الحمام. يحضروا كفنك يا بعيده يحضروا كفنك يا بعيده. فين المخفده؟ انت فين يا سوف؟ انا هنا هنا قدامي قدامي. في يا كبير؟ هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ اسمع يا انت اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوقتي لازم يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا 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 بس يا دي عشان تفضحنا. أنا كنت عاوز أتعلم الكمبيوتر على النت على المازنجر والحاجات دي بس كده؟ بس وقعت قلبي
اقعد اقعد يا كبير، دي حاجة بسيطة. امال ايه الدخلة اللي مطينة الطين دي؟ اقعد اقعد، دي حاجة بسيطة قوي. رايح فين يا مخبل؟ امسك امسك اقعد هنا. هو انا غلطت في حاجة يا كبير؟ لا سمح الله. ده كرسي كبير يا هتير، اقعد. علمني. طب امال فين الجهاز اللي هنشتغله عليه يا كبير؟ ثانية واحدة. لو ما فيش خالص مش مشكلة. ثانية واحدة. ما فيش مشكلة لو ما فيش. باه 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 باه. ايه الحلاوة دي يا كبير؟ الله. وده ايه؟ جايبه جديد ولا موقع يوزد؟ احنا نهزره سوا، انت مال اهلك؟ ما تشوف شغلك وخلاص. العفو يا كبير العفو. علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يتكون جهاز الكمبيوتر من عدة اجزاء. لوحة المفاتيح ويطلق عليها الكيبورد. الشاشة. والفاره، ويطلق عليها ايضا الماوس. عند بدء التشغيل يجب الضغط على زر الطاقه او الباور، وهنا هننتظر لحظات صغيره الى ان يبدا التحميل او اللودنج. وعندما يبدا اللودنج ننتظر قليلا الى ان يشتغل الجهاز ببرامج التحميل نوافذ اكس بي او الويندوز. فاهم يا كبير؟ يا وجع مربربة. بصوا يا جماعة، انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين، عاوزكوا تقطعوا بعض، عاوز فحت، ريل فحت. انجوي. Two enemies left. I hear them. I heard them. انجر انجر انجر. ايه يا مخبل انت؟ شايفني فاروج يا شمرطة قاعدة قدامك؟ لا لا العفو يا كبير، أنا قصدي أنجر الأيقونة. أنا عارفها كويس. لا يا كبير، أنت عارفها كويس، استهدى بالله. فاكر لما قلنا نمسك الماوس ونعمل بيه دبل كليك؟ دبل كليك؟ ها؟ يلا. شطور يا شطور يا كبير شطور. شطور يا اللي ما عندكش تمييز. كبير المزاريطة يتقلى شطورة. يا كبير يا كبير، انت عارف كل حاجة لوحدك. بص الإجابة ها هتنط من عينيك وهتفط علي. يلا 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 طلعها. يلا يلا قول لي الماوس رايح فين. يلا فاجئني، قول لي الماوس رايح فين. أقول لك فين ولا تزعلش؟ مالك قاعد عم تتلوك في القرموط في المي؟ ليه عم تعملني كيف العيل الصغير؟ اهدى بس يا كبير، أنا فاهم دماغك صح. انت محتاج معاملة خاصة. انت كويس وزين وطيب وياجي منيك، بس فهمك على جدك. صدق وتؤمن بالله، انت قليل عليك الجزم. والسكس الليدي 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 يوم عيدو. يا رب بارك 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 ويزيدو. خدي يا بوي تضربني بالسكينة يا فواز على البريدج ومن ظهري؟ ما انت اللي لابد لي ورا الجرار وعمال تنشنا واحد ورا التاني يا فتك يا ابو الفطاقة. طب وتضربني بالسكينة ليه؟ بتتمهزك بيه؟ ايوه. ما حداك رشاش، حداك بنادق، حداك فرفر حتى. مش مهم اني قتلتك بيه، المهم اني قتلتك وخلاص. دي كم كام؟ تنين تنين. لمين؟ تعادل يا بوبي. تعادل يا بوبي؟ طب تحب نطبق ولا نطلع حبايب؟ كلامك ده يا فواز ملهوش غير معنى واحد ومعرفش ايه هو، لكن عامة ماليش انا في الحبايب ولسه في تطبيق. يلا يا اسماعيل. حاسب يا اسماعيل من اللي جاي وراك ده؟ دول بيضربوا من الدهر. اما من الدهر يا يوسف انت وحسنين. اضرب القنبله ياد، اضرب القنبله ياد ياد. خيانه خيانه رداني. ماشي يا نجاتي، عامل لي فيها فتك يا نجاتي. كل عمرك غداري ونادي. غداري انت تغنيني ولا ايه؟ انا كنت ممكن افرج عليك البلد كلها ومرضيتي. يا مين يا ابن انت؟ انت بتعرف البطولة ايه؟ ولا حاجة. الصوت العالي انت ولا ايه؟ الصوت والضوء يا ابن فواز. ما تكسرني يا فواز. ايه يا رجالة؟ حسكوا هيعلى بدواري كبير قوي ولا ايه؟ والله عال. رجالة بشنبات عم تتعاركوا عشان جيم كاونتر سترايك. لا
طول عمركم حبايب واخوات. ايه هلاقاتي نسيت ولا ايه؟ لما الحمار المجنون عضك وطلع يجري من اللي لحقه وطخه وخد لك التارك مش فواز؟ وانت يا فواز مين اللي جاب لك حفلة بوخارست بتاعت مايكل بي اتش اس؟ مين؟ مش نجاتي؟ السكس الليدي 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 يوم عيده يا رب تبارك 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 وتزيده رست ان بيس كينج اوف بوب. يلا يا نجاتي يلا انا عارفك غلط روح حب على راسي. يلا يا فواز حقك علي يا فواز انا غلطت في حقك والسعي اللي يجرالي. عارف يا فواز انا لو كنت قتلتك كنت هقعد يومين من غير اكل. ما قلتش كده يا نجاتي. عارف انت لو كنت قتلتني كنت هجيت من البلد. لا فواز نجاتي. يا سلام يا ولاد انا كنت هزعل قوي لو كنا فضلنا زعلانين من بعضينا. وعلى رأي المثل ما محبة اللي بعد غباوة. ايوه صح يا نجاتي انت غبي كله من المدعوق اللي اسمه النت دي. من النهاردة مفيش نت في المزاريطة فجوسة وقطمها جحش. ايوه وعلى رأي الشاعر ايه اوه لو سألوني بينا رجالة بينا رجالة. ايه تمن الحاجات فين؟ مين اللي هيدفع يا جماعه؟ المكان اللي اتدمر ايه؟